بالنسبة لعفيف الكتبة العامة النقاب التقني السينما سمع البصر منضوية تحت الاتحاد العام لتوصيل الشغل. الندوة السخفية هذه تجي في إطار مش التنوير كلمة ما لقيتهاش أما إنارة أن نقولوا للرأي العام شنو الجديد في قضية نصر الدين ومراد محرزي شرطوك اليوم معنا حاجات ومعطيات جدد يقولوا أنه نصر الدين سيري حالته صحية ما عادش تسمح له أنه يقعد في حالة إيقاف هي حالة إيقاف تعسفية الناس كل تعرف واليوم راهو الوزير إذا يزمو يسأل روحه ويقول علاش نصر الدين سيري اللي هو راهو من نفسه معناتها هو في القطاع متاعه علاش عمل هكاك يلزم هو يسأل روحه الوزير ما تسألش قال من العبدلية من أحداث العبدلية لليوم شنو ما التراكمات اللي صاروا باش يوصل واحد من أهل القطاع يمشي ويحتج بطريقته نجمو نختلفوا معاه كيف نجمو ما نختلفوش معاه أما بطريقته ماهوش إرهابي نصر الدين كل قاضي نحن سنعلن عن تأسيس اللجنة أعضائها بوضوح كذا غير وسنطالب بعرض نصر الدين على فحص طبي جدي في أسرع الأوقات شنو الماضي اللي عنده بالضبط كانت نجم كورونا عنده ما نجموش ندخلوا في الديتاي خليوا الطب يفحصوا لكم بالديتاي أكثر ولكن فما مشكل صحي حقيقي إضافة لما نطالبوا بتلف صراحة فورا لا نرى أي سبب غير التنكيل به معناه وبالمناضلين وبالمبدعين وبالصحفيين وبشباب الثورة يخليه موجود داخل السجن شنو ميساج تقولوا المادي مبروك ما عاد عندي ما تحكي معه مهدي مبروك معش يعني أكيدوش معاه أنتم ما نحكيش معاه مهدي مبروك ما لا يمثل حتى حذائه أوكي أنا مراد المحجي أنا اللي كنت حاضر كمصور وكشاهد على اليسار يوم 16 أوت في دار الثقافة ابن خلدون هو دوسي معناتها هو ملف معناه مثابت فيه كان حاجة بركة معناه أنه نصر الدين ضرب الوزير ببيت الباقي كله أشياء اجتهادات معناها تم معناها صياغتها خاطر لقينا رواحنا نتحاسبوا على المخدرات وعلى الشرب وعلى برشا اشياء برشا اشياء وقع اسناد معناتها اسنادها لينا وقع معناتها قبل ما نتعداو للقاضي احتفظوا على اشياء وتركوا اشياء فولا العنوان نتاع القضيه عنوان طويل ياسر يضحك برشا الاعتداء كيفاش هي التآمر المرفوق بعمل الاستعداد من اجل الاعتداء بالعنف الشديد وهضم جانب موظف والسكر والشوشره والتهريش وإثارة البلبلة ومدري شنو عبر شبكة الإنترنت أشياء كثيرة معناها أشياء كثيرة وعناوين كثيرة حبوا يسكتونا لكن مش نسكتوا باش نتواصلوا